قتلتوه لازم تقتلوني معاه. بنتي بعدي عنه. ما اقدرش، انا بحبه يا بابا. بص حواليك، شوف طريق الكراهية وصلنا لإيه. ده الطريق اللي أنا اخترته يا بابا، وإنت طريقك إيه؟ بنت اتكلمت بحكمة بالرغم من صغر سنها. احنا جينا كلنا هنا وقلوبنا مليانة بالغضب، لكن هي جات مع الحكمة والتفاهم. من النهاردة ورايح اذا كان هيبقى في قتال مش هكون ابدا انا البادئ. سيبوه